وفي ظل مؤشرات الأداء الاستثنائي الذي حققه مطار دبي الدولي خلال الربع الثالث من العام الجاري والنمو المتوقع في أعداد المسافرين، توقعت مطارات دبي وصول عدد المسافرين عبر المطار بنهاية العام الحالي إلى 64.3 مليون مسافر. وشهد المطار أداء قويا مع بداية النصف الثاني ليتجاوز متوسط أعداد المسافرين الشهري البالغ 6 ملايين مسافر. هذا واستقبل المطار خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري أكثر من 46 مليون مسافر. أخبار الإمارات